خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي معانا، وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة. كلمة الرئيس السيسي اللي تحدث فيها بالأمس عن اصطفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي اللي بيدل على حيوية وفعالية المجتمع المصري بكل أطيافه وبكل فئاته. من أخبارنا كمان امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس المتفوقين ومدارس النيل والمدارس اليابانية، وكمان استعرض الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة. وعقب إعلان نتائج الانتخابات تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته للأمة وقال فيها: أتحدث إليكم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج عن حيوية وفعالية المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته، كما يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية. ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات، يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راقي تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعباً ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة. وامبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة وسط مشاهد من احتشاد الجماهير المصرية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. امبارح هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب المصري العظيم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعاظم المسؤوليات، ومن ثم جاءت أصوات المصريين بمثابة تقدير لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية بتثبيت أركان الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم. امبارح تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية. أيضاً تقدمت امبارح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وده بفضل ثقة الشعب المصري الغالية في الرئيس السيسي. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الاستثمار. تأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاستثمارية، وحيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية خاصة في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس المتفوقين والنيل واليابانية، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية والمدارس المصرية اليابانية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخريجين. لذلك فنحن نعمل على توفير الأراضي المناسبة لهذه المدارس سواء في المدن الجديدة أو في المحافظات. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026. وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري اللي بتلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة العديد من القيود فيما يتعلق بأداء نظام الرقابة على تداول الغذاء وسلامته، وأيضاً ضرورة التزام القطاع الإنتاجي بأفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، موضحاً أن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطوير أداء العاملين بقطاع الغذاء والإنتاج الغذائي الزراعي. بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. أعربوا فيها عن أمنياتهم للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والتنمية في مصر. بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصهم على الدفع بها إلى آفاق أرحب. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة. أعرب الملك وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق والمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الملك وولي عهده في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. بدوره هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر. وأشاد أمير الكويت في برقية تهنئته بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر، وأكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، خدمة لمصلحتهما، سائلاً الباري جل وعلا أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية ولشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. من جانبه هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية، وتمنى رئيس دولة الإمارات للرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة. في ذات السياق بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية. من جانبه بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، أعرب سلطان عمان في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصري الشقيق لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار والعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيداً من التطور والنماء.
إلى ذلك بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا للرئيس التوفيق والسداد وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء. ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بعث أيضا ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. فيما بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخاب رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لسيادته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة، تحقيقا لطموحات ولتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. من جانبه هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. أكد ملك الأردن في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أكد الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشيدا ومشددا في الوقت ذاته على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من وحدة الصف العربي ويوحد المواقف لمواجهة التحديات. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه، متمنيا للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية ومشيدا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني. كما تقدم الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وهنأ الرئيس الصومالي الشعب المصري بهذا الفوز العظيم متمنيا لهما الازدهار والاستقرار، وأكد على عمق العلاقات التاريخية والتواصل المستقبلي بين البلدين الشقيقين. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في دمياط بيتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان الأثرية وإنشاء حاجز أمواج بمدينة راس البر، وفي المنوفية تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 500 أسرة بقرى أشمون. كمان امبارح في محافظة الشرقية تم الإعلان عن تحصين حوالي 442,130 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية. في محافظة أسيوط بيتم إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري على مساحة 20,000 متر. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في دمياط بيتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة راس البر، وبيتم إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول 400 متر لتنفيذ الحماية للشاطئ، كما يتضمن إنشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وأيضاً مسار لدراجات ومسرح. في سوهاج أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن وصول 43 جهاز فريزر، وده دعماً لمنظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة ورفع كفاءة العمل بها في إطار توجهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاع الصحي. في المنوفية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض جديد بقرية جريس مركز أشمون لتوزيع الملابس مجاناً لدعم 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين. في الشرقية أكدت مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تم تحصين 442,133 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، بالإضافة لترقيم وتسجيل 8,636 رأس ماشية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحملة. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20,000 متر ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،
وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية. فأسوان أعلنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية تنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصة للمحافظة بإجمالي 919 طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى، وجاري ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية وتلبية الاحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل.